لعنة الله على الكاذبين كما قال ربنا جل جلاله. وموعدنا إن شاء الله كما هو معلوم إن شاء الله مع السنة ودلالاتها ومعالمها وما بذل فيها وما بذل لها وأهل السنة. وأبدأ بأهل السنة حتى يكون الكلام موصول بكلام أخي فضيلة الأستاذ الدكتور الشيخ جميل، وأشكره أولا على هذه الغيرة وأعتبه علي، أشكر وأعتب، أعتبه عليه أنه أعطى المدعو ناصر الألباني الحق في الاجتهاد فقال اجتهد فأخطأ. هل من حق الألباني أن يجتهد؟ من الذي أجاز له الاجتهاد؟ من الذي أجاز له الرواية؟ من الذي اعتمده في أهل العلم؟ المجاملة للأشخاص على حساب القواعد والأصول مضر بديننا، مضيع لأصولنا. الاجتهاد كما يقول علماؤنا، وهذا تعريف سادتنا الأحناف، أنا شافعي المذهب، الواد ده اللي بيقول عليه استغفر الله العظيم، أقول إيه بس إحنا صايمين النهاردة بقى، جايب له يقوم يقول المذهبيين بيقولوا كذا، الواد اللي ملوش شيخ بيقول علينا المذهبيين، يبقى هو عشان هو يغتصب شرف ومكانة السلفيين الأثريين المحمديين، إنما إحنا بيقول علينا المذهبيين. وبقول له وبقول للواد الميكانيكي بتاع الأجا وبتاع سبنود اللي بيقول إن سيدنا أبو الحسن الأشعري ليس من أهل السنة، وأنا جاي له يا ابني روح اشتغل ده شغلك في اطلب ملف صليبه، اطلب مفتاح 10، مفتاح 14، الحاجات اللي انت نسيتها دي بفعل فلوس الزفت اللي زفتتكم. بأي حق يا ابني تتكلم في ابو الحسن الاشعري؟ بأي حق يا ابني تتكلم في الفقه؟ بأي حق يا اولاد تتكلمهم في دين ربنا بغير اجازه؟ ديننا دين الاجازه يا ناس. هل عندكم من علم فتخرجوه لنا او اثاره من علم؟ لازم اجازه يا ناس. قولوا لي اللي انا بقول للناس ديا، اسم الالباني ايه؟ هو اسمه محمد؟ ماشي، محمد زي محمد علي اللي جانا من البانيا، وهو من البانيا من بلد محمد علي. ابوه اسمه ايه؟ نصر الدين الالباني، ده لقب. ابو محمد مين؟ مش طعن والله في نسبه، انما حرص على اننا نكون متبعين لمناهج علمائنا وسادتنا وساداتنا وسلفنا الصالح. انتسبوا يا ناس، النبي عليه الصلاة والسلام قال كده، انتسبوا. مالكش قول ان انت زي محمد علي، ما فيش مانع عندنا. امك مين؟ والله العظيم ليس استهانة به او انما تقديرا للاصول. شيوخك مين اللي اجازوك؟ الطباخ، ابن الطباخ واعظ. هقول ايه ولا هقول ايه ولا هقول ايه؟ الامر الثاني اضيف للمعلومات الجيده اللي نقلها وقالها اخي الاستاذ الدكتور جميل، وانا في مكه المكرمه كنا اظن 89 لما ياسر عرفات راح اوسلو، هو كان بيحضر في الرياض، واحد ما معهوش حتى العالية اللي بنقول عليها اللاسانس أو الماجستير أو البكالوريوس، بيدرس لطلبة في الجامعة الإسلامية، ومش عارف معهد العالمي إيه بتاع إيه، بيطبع له إيه، إيه اللي ورا ده إيه؟ الغرض وأنا هناك وبحضر للطلاب في جامعة أم القرى، تفاجأت لما ياسر عرفات راح أوسلو أصدر فتوى وقال الآن وجب على شباب فلسطين الهجرة. بعت له والله، قلت له يخرب بيتك، أنت أعطيت اليهود ما لم يكونوا يتوهمونه، أنت بتفضي فلسطين
بالشرع الموهوم لصالح اسرائيل. قلت له وسبب ذلك ان حضرتك فضيلتك لا درايه لك بالفقه. فلسطين ليست دار حرب، انما انت لا متنازع، لا تعرف دار حرب ولا دار عهد ولا دار ذمه ولا دار اسلام ولا الدور عندنا اربعه، ولا دار مسلوبه. اسبانيا اللي هي الاندلس دار مسلوبه لها احكام، فلسطين دار مسلوبه لها احكام. ما عملش فلسطين زي فرنسا زي انجلترا، فلسطين دار مسلوبه. فرنسا وانجلترا اسمها دار عهد. اللي اعتدوا علينا وبيعتدى يبقى دار حرب، اللي بيحاربنا زي انجلترا وفرنسا لما حاربتنا في 56 دار حرب، في دار عهد، في دار ذمه، بعدين يبقى في دار اسلام. قلت له انت حضرتك ما تعرفش حاجه في الفقه، ايه اللي مدخلك في هذه القضايا؟ وذكرته بقى بالحته اللي قالها اخش الدكتور جمال، ان قلت له انت ابني انت شيخ ولا شيخ منصر؟ بمعنى قلت له ما تقول الذهب المحلق حرام امال يبقى حلال امتى؟ قلت له نقصه. قلت له انت تبقى انت شيخ منصر، انت بتسهل للحرام انه يشيل الاسوره او يشيل الغويشه من ايد الست. ومين اللي قال ان الذهب المحلق حرام على النساء؟ ده عشان بهواه عايز يجمع بين ان الرسول عليه السلام قال هذان حلوا حراما على الرجال وامتي حلوا لنسائهم، وبعدين الرسول عليه السلام قال لفاطمه من اراد ان يصور حبيبته بقطعه من النار فليلبسها مثل هذه. حبيبته ستنا فاطمه رضي الله عنها لما جه الذهب وجه الغنائم طلبت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعينها او يديها، ده بنت النبي اللي عمال يفرق ذات اليمين وذات الشمال وما عندهاش خادمه تطحن لها الراحه، مجلت كفها رضي الله تبارك وتعالى يعني طلع لها بقت ايدها، والرسول صلى الله عليه وسلم يد ذات اليمين وذات الشمال. قالت له اديني. الله، هو انا ذنبي ان انا بنت محمد؟ طبعا الرسول عليه السلام ادالها الحته دي ليه؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم مش هيدي الكل، فلو ادى فاطمه كل واحده حتى ان شاء الله يا رب الكون اللي بتطلع دي بخط جرينتش دي وبيبين من قدامه هتيجي تقول انا ما خدتش، ولو طعنت في ذمه رسول الله صلى الله عليه وسلم زي ما الواد السافل ده واد اسمه فسدانا موضوعه تاني ما يكلم، قال له يا محدثا مش عاجبه انني افتيت او فسرت فتوى صادره من دوله جعلت مراته جيجي محرمه عليه، جايين لي مطلقه رابع مره، ما عجبوش الفتوى وراح لابن خالته في اجا، مش عارف المصايب بتجيلي من اجا اليومين دول، يوم ابن بدل ما ابن خالته يرد عليا يقول اصل شيخك حرام. انا ما اتعملش محضر سرقه بهايم ولا سرقه، انما حرام ايه، اصل كان بيلم تبرعات وخدها النفس ومات. المصيبه بتاعته وبتاع اللي جابته ابن ثريا مات، لان ما عرفتش هذا لما جه لي ولاد فسدانا وبيقولوا لي حتى حق انت جمعت تبرعات وسرقته، مين اللي قال كده؟ واحد كان في يوم من الايام قعدته اخلي ابن عمته ولا ابن خالته ولا ابن خاله رايح له يقول له يحيى طلق مراتي مني، هو انا اللي بطلق يا ابني؟ انا فسرت فاتو، ما يتصلش بيا ويقول ويجي. والواد الثاني ده برضه مش عارف اجا ولا سمنود يقول الاشعري ليس من اهل السنه، اللي هو امام اهل السنه ابو الحسن الاشعري امام اهل السنه، ميكان والله ميكانيك بجد، هو ملوش بالاسلام غير طرحه ودقن طويله شويه ويقل ادبه على علماء نظر وعلى العالم الاسلامي كله على مذهب الامام ابو الحسن الاشعري. ابو الحسن الاشعري قال فيه ابن تيميه في الجزء الثالث من الفتاوى صفحه 226، ولهذا كل سفله اللي بيدعوا نفسهم سلفيين، ما اعرفش هم سلفيين واحنا بقى البطخيين ولا امال احنا ايه، بيدعوا يقول لك ابن تيميه جزء 3 من مجموع الفتاوى صفحه 226 الامام هذه الطائفه والقائم بنصره مذهب احمد
انما شغل السفله اللي يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، اللي عايزين يفرقوا بين المسلمين والباغون البراء العنت، شغلته يقول له لا يا ابو الحسن، وهو ساعات قالت ميكانيكي بتاع مفتاح 10 و9 و15 والطبه وال ولا اقسم بالله ما كان ما كنت هتتلم هفتح لك كتابك مع المدعو ناصر الدين الالباني. ناصر الدين الالباني اخطر حاجه يا فضيله الشيخ في انا اشرت اليها موجوده في كتاب ابني وزميلي الدكتور عمر النجار استاذ الحديث في فرع جرة أسد الدين فرع اسيوط، كتبه موجوده في كتاب مكتبه دار الايمان، جايب 12 حديث الدلعدي اللي اسمه الدلعدي دي يعني ألد أعدائي لعلمكم يعني الدلعدي ألد أعدائي في الله. أنا لا شو أنا بعت له قلت له أنت أعطيت اليهود مال، وبعدين أنت شغال شيخ منصر لما تقول قصوا الذهب قصوا المحلق يعني بتسأل الحرام أنه، والله لم يرد علي غرض، وكان له كان له سلف ما كان يتكلم عليه يقول بتاع اصول الدين، ده شرف ليا ان انا اكون بتاع اصول الدين. الواد الثاني ده السافل ده بتاع اللي طلق مراته اربعه وثبتت بفتوى وعهد الي بالتفسير ووقع على الموافقه ورجع يقول لا انا ما طلقتش، عايز 100,000 انا بدي لها مهر قدام البتاع بيقول مدي لها مهر 100,000 انا عايز ال 100,000 امتى؟ ده في السبعينات. القاضي نفسه قال له في السبعينات انت بتشتغل ايه؟ 100,000 دول جايبهم منين؟ انما هي خيبه. هي خيبه. والمصيبه بقى ان ده مسؤول تربوي. والله ما اتلم وسب ولاده اللي حارمهم من امهم التي استمسكت بدينها لما قال له حمار من الحمير القول قولك. القول قولك قلت له قضاء انما ديانة العمل عملها، بمعنى واحدة زوجها مزق القرآن، زوجها سب الدين، العمل عملها تمتنع عنه، تبقى زوجها في دماغها بس تمتنع عنه، سبت لها ان هم رضعوا على بعض 10 رضعات والشباب مش عايزين يروحوا تمتنع عنه، يبقى القول قوله ادعياء الفتوى لانه تبع جمعية كذا تبع جماعة كذا، اركب ودوس ما خدش رخصة قيادة، لا ده اصله من ديرتنا من اخواننا من مصايبنا، الست تمسكت بدينها وتركت البيت راح لف ويقول عايز يرجعها لي، وجاني واتعمل له محضر وجايب لي بتاع امضي ان دي كانت خطة بيني وبينك، يعني انا بتآمر معاك على الست الغلبانة بقول لي يا بنيان ولا بنان تروح لامك تشوفيها كل اسبوع انت واخواتك، انت اتخرجت وموظفه خايفه من ايه؟ ده حقها اثبتوا من حقه، ما تخليهاش تكرر اللي هي عملته معاكي والا هقلب لك النونية وانت عارفه يعني ايه الغلط. الواد الميكانيكي بتاع اجا يقول ابو الحسن الاشعري مش من اهل السنه، الامام ابن تيميه يقول هو القائم بمذهب احمد بن حنبل، نعمل ايه مع العيال دي؟ الازهر كله الدنيا كلها اشعريه، البهايم لا مؤاخذه هؤلاء البهايم اللي بيقولوا ما هوش من اهل السنه، هو اللي اعطي لقب امام اهل السنه، وهبقى اقولها دي في محل تاني او مكان تاني، انما عايز اثبت بس كلمه ابن تيميه ان هو القائم بامر السنة الناصر لمذهب أحمد، بقول هو جزء 3 صفحة 226 في مجموع الفتاوى، يجوا السفلة دول يقول لك ده هو إمام أهل السنة، وسبب تثبيته بإمام أهل السنة الوقت ده اللي هي القرن الرابع 300 320 كانت ظهرت الدولة البوهية والدولة الإفسيدية والدولة الفاطمية، وكل دولة لها ديانة لها ديانة، جمع تلاميذ لي وكان من الاثرياء رضي الله عنه وجهز جيشا من العلماء اقام على اعدادهم وتربيتهم وجمع لهم قدرا مشتركا من علم الكلام، علم الكلام لا ينشئ ايمانا ايها اقول ايه؟ اقول الجاهلون هرفع شانهم.
هقول ايه بس السفله هرف يعني. علم الكلام لا ينشئ دي ايمانا. علم الكلام فن صناعه اسلحه الدفاع عن العقيده. دي اسلحه الجهميه هنتكلم ان شاء الله. الجهميه والكراميه والمفوضه والمؤوله هنتكلم فيها ونشوف دوافع الكل في اول امرها كانت نبيله. السفله اللي عايزين يلوثهم منابع العلم والدين عندنا يقول انت كان بيقول ايه المعطله الامام ابن تيميه يقول والتعطيل في الفكر الاسلامي امر تدفع اليه امور نفسيه ليس فيها شبهه علميه كلها مناقشات وحد خصومه كما حدث من امام مقاتل زي ما هيجي لنا فيما بعد. المرجئه ويقول دول مرجئه، المرجئه اربعه انواع. الامام ابو حنيفه من المرجئه. انا وانا في مكه المكرمه لما عرض كتاب الاسلام واقعنا المعاصر للاستاذ محمد قطب عليه رحمه الله رحت في جلسه للاعتماد القرارات السابقه. كان خدوا قرار ان كتاب الاسلام واقعنا المعاصر يقرر على الدراسات العليا. فطلبت الكلمه قبل ما يصدقوا مع القرارات المجلس الانباض اللي انا ما حضرتوش. طلبت الكلمه وقلت الاستاذ محمد قطب راجل مفكر وراجل اديب كبير وتلميذ اخيه وشيخه والى اخره وكان تزامنا في كليه في جامعه ام القرى 5 سنين تقريبا. قلت له وله فكر ولو كذا، انما الاستاذ محمد ملوش يتكلم في القضايا العقائديه بتاعه الازهريين. لان الاستاذ محمد واخد الامور من سواشيها. قال ايه في واقعنا المعاصر؟ سيظل العالم الاسلامي متاخرا طالما انه يسير وراء الازهر الذي يحمل العقيده قلت ايه اللي هي الارجائيه. قلت العيب الاستاذ محمد مفكر. قال الازهر والعقيده الارجائيه وبعدين وقلت لهم وبعدين وهو بيقول في كلام قال دي المعلومات كانت موجوده عندي اثناء التفتيش والمداهمات ضاعت القصاصات والاصول بتاعتها. قلت لهم انا هربي طلبه العلم والبحث العلمي على ان اللي في دماغه يصلح ان يكون وثيقه، ما ينفعش. وقر الكتاب على دراسه العليا، قلت لهم انا ازهري. ومش معنى هذا بقول الازهر ملائكه مجتمع ملائكه لا، انما اللي قدمني لكم الازهر. ومن حق الازهر ان اصون معالمه. الازهر بيقول فكره ارجائي، قلت له الاستاذ محمد ما يعرفش على جلاله قدره ايه هو الارجاء؟ الارجاء اربعه انواع. الامام ابو حنيفه من المرجئه، بس مرجئه الفقهاء. خد الارجاء بتاعه من مين؟ من حماد بن ابي اسامه. حماد بن ابي اسامه تلميذ مين؟ تلميذ ابراهيم النخعي. ابراهيم النخعي تلميذ مين؟ تلميذ مسروق النخعي. مسروق تلميذ مين؟ عبد الله بن مسعود. ففكر الامام ابو حنيفه ومذهبه هو مذهب ابن مسعود. قال بالارجاء. قال ايه بالارجاء؟ ايه الارجاء اسمه ده ارجاء الفقهاء. قال ان لو جعلنا الاعمال من حقيقة الإيمان يبقى إذا نقص العمل نقص الإيمان وإذا انعدم العمل انعدم الإيمان. واحد ما صامش زي السؤال اللي جالي هو اتنقل على عينه لسه عريس جديد فارتكب جريمة وأبناء بيسمعوني دلوقتي. ما لو العمل جزء من الإيمان يبقى ارتفع الإيمان بالمعصية. لهذا أخر الإمام أبو حنيفة تبعا لشيخه حماد بن أبي أسامة. دي شغلة الأحاديث بقى الأعلام والتواريخ بتاعتهم وأنا كنت مجهز المحاضرة دي لهذا الأمر. ضرورة أو قيمة دراسة الأعلام لأن السنة لا تصلح بغير الأعلام. فالإمام أبو حنيفة من مرجئة الفقهاء. هؤلاء المرجئة قال فيهم الإمام ابن تيمية
والخلاف فيها لفظي بين بينهم وبين متكلمة أهل السنة. دول اسمهم مرجعة الفقهاء. في مرجعة الشيعة اللي قالوا إن سيدنا علي كان ينبغي أن يتقدم على عثمان وتأخر عثمان، دول مرجعة، وزي ما قال الإمام الذهبي دول أخفهم شرا. في مرجعة مرجعة